جديدة من برنامج ضفاف على شاشة العربي 2. أهلا بكم مشاهدينا وتحية لك يا لا. تحية لك منى ولجميع مشاهدينا. نواكب كالعادة مواضيع ثقافية وفنية وتشاهدونا في حلقة اليوم. أفلام الرعب حضور لافت في المهرجانات السينمائية وفي صالات العرض. وفي ضفاف نطرح التساؤل، لماذا يحب الجمهور أفلام الرعب؟ صدور ترجمة عربية لكتاب منتصف الليل في القاهرة. تاريخ آخر للحركة النسوية عبر سير نجمات مصر في العشرينيات. احكي لي القصبة، رحلة تاريخية بأسلوب سينمائي رقمي في مشروع افتراضي بمحطة مترو الجزائر. كانت هذه أبرز المواضيع، والبداية مشاهدينا ستكون مع التشويق والإثارة وأفلام الرعب. ابقوا معنا. أهلا بكم. قاربت إيرادات فيلم الرعب والتشويق والغموض بيتلجوس للمخرج تيم بيرتون 200 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي منذ طرحه في صالات السينما العالمية في 6 سبتمبر الجاري. صحيح منى، يعني هذا عن الفيلم الذي افتتح عروض مهرجان فينيسيا في دورته الأخيرة. أما مهرجان تورنتو الدولي فاختتم هو الآخر بتتويج فيلم الرعب النفسي The Life of Chuck المقتبس من رواية قصيرة لأيقونة أدب الرعب ستيفن كينج. يعني لا، هناك أيضا فيلم الرعب الرومانسي Your Monster الذي ينتظر أن يطرح في 25 أكتوبر المقبل. قبل ذلك فيلم الرعب والغموض هيل بوي The Croc Man سيطرح في 27 من هذا الشهر، وأيضا سندريلاز كيرتس الخميس المقبل، وغيرها الكثير من الأفلام. وهنا بالفعل نسأل، يعني ما السر وراء الإنتاجات المتزايدة لأفلام الرعب، وما سر نجاحها أيضا يعني على المستويين بصالات السينما وأيضا في المهرجانات؟ هذه أسئلة مهمة وسنحاول الإجابة عليها، لكن قبل ذلك مشاهدينا دعونا نلقي نظرة على تاريخ سينما أفلام الرعب وجولة نتعرف فيها على أكثر الأفلام نجاحا. ما تشاهدونه هي الصور الأولى لأول فيلم رعب عبر التاريخ The House of the Devil، العمل الذي لم يتعد زمنه الدقائق الثلاث، كان ذلك عام 1896. ما دمنا نتحدث عن التاريخ فلا بد من المرور على ملك أفلام الغموض والجريمة والرعب البريطاني ألفريد هيتشكوك عبر سلسلة أفلام عظيمة أبرزها رير ويندو، سايكو، The Birds وغيرها الكثير. حسب دراسة بريطانية، فيلم سينيستر هو الأكثر إثارة للرعب والخوف عبر التاريخ، وهذه الدراسة اقتضت ربط أجهزة مراقبة القلب 50 مشاركا ثم جعلهم يشاهدون أكثر من 120 ساعة من أفلام الرعب. ليس غريبا أن يحتل الجزء الأول من سلسلة أفلام إنسايديوس مكانة خاصة في عالم سينما الرعب، كيف لا ومخرجه هو جيمس وان الذي أخرج الجزء الأول من سلسلة سو والجزء الأول والثاني من سلسلة أفلام The Conjuring. ما ميز فيلم إنسايديوس عن الأفلام الأخرى أنه جمع بين الغموض والخيال العلمي والتوتر في حبكة متوازنة. ريدلي سكوت حقق نجاحا تجاريا باهرا عام 1979 عبر فيلم رعب الخيال العلمي آيليان. هذا الفيلم تحديدا وحتى الآن يعتبر أفضل فيلم رعب لجميع الأوقات في تصنيف على موقع روتن توميتوس الشهير.
على مر التاريخ ومنذ ظهور قصص الرعب والإثارة والغموض، تصاعدت صناعة أفلام الرعب ومعها تتزايد قاعدة مشاهديها، محققة أرقاما قياسية على مستوى الإيرادات. فيا ترى لماذا يحب الناس أفلام الرعب؟ يعني بالفعل لماذا يحب الناس أفلام الرعب؟ للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا نرحب بضيفنا من مدينة الدار البيضاء الكاتب والناقد سعيد المزواري. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية، يعني كيف ترى هذا النجاح الكبير لأفلام الرعب في المهرجانات السينمائية الكبيرة، سواء من خلال كثرة العروض وحتى على مستوى الجوائز؟ يعني هل تغيرت المعادلة؟ في العادة أبرز الأفلام بالمهرجانات والفائزة بالجوائز هي قصص إنسانية، هي قصص اجتماعية أو توثق لفترة ما وليس فيلم رعب. ما رأيك؟ بالفعل يعني جرت العادة أن أفلام الرعب بحكم أنها ظهرت في إطار ما يسمى بتجارب السينما المستقلة أو فئة الأفلام بي التي كانت تنجز بموازنات جد ضعيفة، وغالبا ما تعرض فيما كان يعرف بالجزء الثاني من البرنامج المزدوج. يعني كان فيلم معروف يسبقه فيلم يعني من الفئة بي، غالبا ما ارتبطت يعني بأنها لم تكن صالحة للمهرجانات وخصوصا للمسابقات الرسمية. لكن الآن مع الانفتاح الكبير الذي عرف على فيلم النوع بصفة عامة ومنه فيلم الرعب، أصبحت هذه الأفلام تجد شيئا فشيئا موطئ قدمي لها، خصوصا مع يعني المقالات النقدية التي كانت غالبا ما تتساءل حول غياب هذه الأفلام رغم جودتها الفنية، وكذلك الطرح المهم الذي كانت تبلوره مقارنة مع بعض الأفلام الدرامية أو غيرها التي كانت تحضر في المسابقة الرسمية. فأصبحنا الآن نراها أكثر فأكثر في المهرجانات كما أشرتم يعني مع افتتاح الدورة الأخيرة من مهرجان فينيسيا. نعم، وهذا يقودنا إلى سؤال متعلق بما تقدمه هذه الأفلام، القصة التي يقدمها فيلم الرعب. يعني مثلا في فيلم بيتلجوس الأخير، قصة أشباح بسيطة ومألوفة، لكن هنا مطاردة الأشباح للأحياء ليست أمرا مخيفا بل مثيرا للسخرية، باعتبار أن الفيلم يعني من نوع الكوميديا السوداء. إلى أي مدى برأيك يمكن لفيلم الرعب أن يقدم قصة حكاية وليس مجرد إثارة الخوف والتوتر لدى المشاهدين؟ أعتقد أن طابع الباروديا الذي أصبح المخرجون يتناول من خلاله هذه الأفلام هو يدخل في إطار يعني اتجاه ما بعد الحداثة. يعني أصبحت كل أفلام الجانب الشكلي فيها أصبح موضع تناول من طرف المخرج نفسه. يعني شاهدنا هذا في فيلم جيم جارموش الذي افتتح مهرجان كان قبل 5 سنوات، The Dead Don't Die، يعني كيف تناول أفلام الزومبي بنوع من الانزياح والكوميديا، وهذا شيء أعطى يعني شكل جديد لهذه الأفلام. كما أن هناك أفلام عديدة يعني من أفلام الرعب، خاصة ما أطلق عليه أفلام موجة الرعب الجديد في أمريكا والتي كان فرسانها هم 3: جوردان بيلي يعني مخرج الفيلم الظاهرة جيت أوت قبل أن يتبعه بأس وفيلمه الأخير نو، وكذلك روبرت إيجرز يعني أحد أهم المخرجين اليوم مع فيلمه الساحرة The Witch أو The Lighthouse، يعني فيلم ظاهرة وفيلم مجنون يعني بكل المقاييس. والمخرج الثالث هو أري أسترز، يعني في مخرج مهم جدا، أخرج أفلاما جد مهمة في هذا النوع وهي ميدسومر وآخرها بو إز أفريد. هذه كلها أفلام تتسم بنوع من الرعب يمكن أن يطلق عليه رعب أجواء وليس رعب قصة بالدرجة الأولى.
طيب سعيد، يعني ازدادت الحصة السوقية لأفلام الرعب بأكثر من الضعف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا منذ عام 1995. برأيك هل طغى الجانب المادي، يعني بمعنى صناعة سينمائية تتبع السوق أو الجمهور فقط؟ هذا التوجه موجود، رغم أن لا زالت هناك يعني أفلام رعب بين الفينة والأخرى تتسم بجودة كبيرة، يعني تخرج إلى السوق في كل عام. أعتقد أن هذا مرتبط بالوقع الذي يتركه فيلم الرعب الذي أشرتم إليه، أنه إلى جانب فيلم الكوميديا، والمثير أنهما يقعان على طرف النقيض من طيف الأحاسيس الإنسانية، يعني يتركان وقعا كبيرا على المتفرج، إلى درجة أنه يشعر وكأنه قام بتجربة حسية أكثر منها من حصة مشاهدة بالسينما. وهذا ما يفسر نجاح هذا النوع في كل العالم، يعني في المغرب، في أمريكا، في فرنسا، وحتى يعني هناك أفلام جد مهمة مثل مشروع بلير ويتش حققت أكثر ربحية في تاريخ السينما. يعني الربحية خلافا للربح تقيس كم يعني جنى كل دولار مصروف في ميزانية الفيلم، يعني ممكن لفيلم بسيط بموازنة جد محدودة أن يخلق ظاهرة يعني مشاهدة من حيث لم يكن ينتظره أحد. نعم أستاذ سعيد، دعنا نتحدث عربيا، كيف تقيم أفلام الرعب ومن هو جمهورها؟ وعندما نتحدث عن المستوى العربي نتحدث عن أول فيلم رعب عربي هو فيلم عيون ساحرة الذي أنتج في العام 1934، وعلى مدار سنوات أفلام الرعب التي تركت بصمة يعني هي معدودة، يعني نذكر منها الجن والإنس ربما، هذا الفيلم الشهير الذي جمع عادل إمام ويسرى، مؤخرا خلال السنوات الماضية فيلم الفيل الأزرق الذي أنتج منه جزئين. لماذا هناك عدد قليل من هذه الأفلام، وهل افتقاد التقنية ربما والمؤثرات سبب رئيسي في هذا الموضوع أم أن هناك أسباب أخرى؟ وفعلا لا زالت التجربة العربية يعني لم تنتج زخما كبيرا في هذا النوع، يعني كما تفضلت هناك تجارب مصرية رائدة منها فيلم محمد راضي الإنس والجن وأفلام محمد شبل على سبيل المثال. في المغرب تم إنتاج فيلمين، يعني فيلم قنديشة لجيروم كوهين أوليفر في 2010، ثم في 2019 فيلم عيشورة لطلال السرهامي. نعتبر أن كل هالأفلام لا تزال مجرد محاولات، على اعتبار أننا ليس لنا تقاليد كبيرة في هذا النوع، وهذا شكل شائع يعني حتى في العالم. بلد مثل فرنسا له تقاليد سينيفيلية مهمة، وبلد سينما بالأساس ليس عنده نفس التقاليد التي هي موجودة في الولايات المتحدة. ربما الاستثناء الوحيد في أوروبا هو حركة أفلام جيالو التي كانت في إيطاليا وأنتجت أفلاما مهمة تقع على ملتقى يعني الأفلام البوليسية، أفلام الرعب والأفلام الإيروتيكية. نعم. هذه التجارب ينبغي أن يتم صقلها من خلال السينيفيليا، لأن السينيفيليا هي التي تعطيك تنوع الرؤى التي تنعكس فيما بعد في أفلام المخرجين، وكذلك ينبغي أن ننهج يعني أشكالا من المجازفة على مستوى الإنتاج، يعني إنتاج أفلام مستقلة لمخرجين واعدين يعني خارجين عن المألوف، كما حدث في تونس مثلا مع فيلم مهم هو فيلم دشرة الذي خرج في 2018 وحقق أفلام يعني أرقاما مهمة في البوكس أوفيس التونسي، يعني حوالي 100,000 متفرج في 15 يوما فقط، وهو فيلم مهم حتى على مستوى طرحه لأنه يعكس هذا الجانب من الترسبات المرتبطة يعني ربما بواقع المجتمع التونسي وترسبات يعني فشل أو تعثرات الثورة، كل هذا كان حاضر في الفيلم بطريقة خبيئة. نعم. طيب شهر أكتوبر يعني هو شهر انطلاق أفلام الرعب،
إلى السينما، وذلك نظراً للأعياد التي تصادف هذه الفترة مثل عيد الهالوين. برأيك سعيد، لماذا يشعر الناس أنهم بحاجة إلى الخوف؟ وهذا شعور إنساني طبيعي جدا، ربما تحدث عنه مالك أفلام الرعب ألفريد هيتشكوك قائلا أن نعم أن الخوف هو شيء متأصل في الإنسان منذ الأزل، يعني مرتبط بالحاجة إلى البقاء على قيد الحياة، والسينما يعني تعطيك هذه الجرعة من الخوف دون أشياء الخطر المرتبط بها يعني على حياة الإنسان، وهذا يعكس أن الإنسان يعني معقد الأحاسيس حتى يسعى إلى أشياء ممكن أن نصنفها كأحاسيس يعني غير صعبة يعني بالنسبة إليه. فبالتالي أعتبر أن أفلام الرعب ستبقى من يعني التجارب التي سيسعى المخرجون أو المشاهدون إليها، سواء لربحيتها أو كذلك، وهذا مهم جدا أن نشير إليه، إلى أنها تمكن من بلورة طرح بشكل خبيء وغير مباشر حول ترسبات المجتمعات، وهذا ما كان حاضرا مثلا في موجة أفلام زومبي بأمريكا التي عكست كل ما كان يمر في المجتمع الأمريكي من ترسبات حرب فيتنام، وكذلك ما حدث يعني من قمع أمام موجة التحرر يعني التي كان وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك الكاتب والناقد المغربي سعيد المزواري، كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك. يعني هنا تجدر الإشارة لأنه مصطفى العقاد أنتج أجزاء من الأفلام الرعب الهالوين، واسمها الهالوين، وكان يتساءل نفس السؤال، لماذا يذهب الناس يعني رغم أنه هو من أفلام الرعب بطبيعة الحال. نعم. سنتوقف مشاهدينا لفاصل، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج ضفاف، ابقوا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونسافر عبر الزمن ونعود إلى العقود الأولى من القرن العشرين وإلى القاهرة تحديدا. نعم، أيام الزمن الجميل. عن هذه الحقبة صدرت مؤخرا ترجمة عربية لكتاب فريد يحكي قصصا وروايات عن نجمات مصر في العشرينيات من القرن الماضي. بالفعل الكتاب من تأليف الباحث والأكاديمي البريطاني رافائيل كورماك، ويحمل عنوان منتصف الليل في القاهرة، نجمات مصر في العشرينيات الصاخبة، ونرى الغلاف أمامنا. نعم، في هذا الكتاب يروي الباحث جوانب من تاريخ الشرق الأوسط من خلال سير مطربات أو من خلال سير مطربات وممثلات وراقصات. وركز الكتاب مشاهدينا على منيرة المهدية وعزيزة أمير وفاطمة رشدي وغيرهن، وحاول كسر الصورة النمطية عن هؤلاء النساء باعتبارهن متمردات متحديات للمجتمع. نعم، ومن خلال هؤلاء النسوة يرى المؤلف أن هناك تاريخا آخر للنسوية المصرية أهمل وكتب في الملاهي الليلية في القاهرة. نعم، يعني في تلك الفترة عاشت القاهرة عصر الترفيه الاجتماعي، وأكثر لحظاتها انفتاحا حين اكتظت بالمسارح والمقاهي والنوادي الليلية، وزارها العديد من الممثلين والمغنيين والراقصات من جميع أنحاء العالم. والكتاب الذي ترجمه علاء الدين محمود من تأليف رافائيل كورماك، وأيضا هو باحث زائر في جامعة كولومبيا، حصل على درجة الدكتوراه في المسرح المصري من جامعة إدنبرا، وحرر عدة كتب ومئات المقالات باللغة العربية، وساعدته معرفته العميقة بهذه اللغة في الوصول إلى مصادر جديدة غير مطروقة. وللحديث أكثر عن هذا الكتاب تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة والناقدة لنا عبد الرحمن. أهلا بك معنا لنا.
يعني بداية مساء منيرة الخير. منيرة المهدية، يعني أول امرأة تقود فرقة مسرحية، أميرة عزيز ممثلة في أول فيلم مصري، يعني نحن نعرف جرأة هؤلاء الفنانات، لكن ما الذي أراده رافائيل كورماك المتخصص في تاريخ المسرح المصري؟ يعني ما الذي يريد أن يقول في كتابه عن 7 فنانات؟ وأيضا يعني بداية لنا، من هن هؤلاء الفنانات؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة للحديث عن هذا الكتاب الشيق جدا والذي يعيدنا إلى الزمن الجميل الذي ذكرته. في البداية هؤلاء النسوة الرائدات اللواتي ظهرن على ليس المسرح فقط، المسرح بدلالته الفنية، لكن ظهرن على مسرح الحياة لتغيير الصورة النمطية للمرأة التي كانت موجودة في المنزل خلف حجاب. ففجأة ظهرت مجموعة من النساء الرائدات في المسرح، في السينما، في الصحافة أيضا مع روزال يوسف. فحضور المرأة في ذاك الوقت يعني لا ليس لا يمكننا النظر إليه كحضور فردي، يعني علينا أن ننظر إلى الصورة التي خلف كل امرأة من هؤلاء النسوة، المجتمع الذي وراءها الذي هي اقتحمته وخرجت خارج الكادر المرسوم لها مسبقا. رافائيل شاهد هذه الصورة وأراد أن يعيدها إلى أذهاننا وتنبيه أن هذه الحركة الفنية والثقافية التي تحدث الآن يعني لها جذور بعيدة وسابقة قادتها المرأة. نعم. طيب لنا يعني لما كانت الأزبكية مكانا مهما في قاهرة العشرينيات، وما علاقة حداثة المدينة بازدهار هذه المنطقة برأيك؟ الأزبكية هي منطقة في وسط القاهرة وكانت ملتقى للفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء والملحنين، يعني كانت في ذاك الوقت أيضا القاهرة هي بوتقة لانصهار كل هذه الثقافات، والأزبكية هي المكان الذي تتقاطع فيه هذه الثقافات. يعني الوافد إلى القاهرة يتجه إلى الأزبكية للنهل من كل ما يعني يمر في المنطقة من أغنيات، من طرب، من شعر، من إصدارات أدبية جديدة، يعني هي البؤرة الأساسية للقاهرة في ذاك الوقت. طيب أستاذة لنا، يعني كل هذه الأماكن هل بقيت موجودة مثلا وحاضرة حتى الآن؟ المسارح مثلا، ما الذي اختفى منها وما الذي بقى؟ لا طبعا، تعرضت مثل كل المدن تتعرض القاهرة لتحولات وتبدلات، وظل منها ما بقي، وفي هناك أشياء زالت كازينو بديعة مصابني الذي يتحدث عنه رافائيل في الكتاب مثلا، وهو الكازينو الذي صدر للوسط الفني أسماء كبيرة، يعني فريد الأطرش، أسمهان، تحية كاريوكا، العديد من الوجوه الفنية تبناها كازينو بديعة وصدرها الوسط الفني مثلا، لم يعد له وجود الآن. الأزبكية الذي تحدثت عنه أيضا صار له طابع آخر في هذه المرحلة. من الطبيعي أن المدن لا تبقى، المدن هي كائن حي نعم. في النتيجة، تتعرض للتحول والتغيير وتأخذ وجوها جديدة للحداثة. نعم، يعني هو تاريخ آخر للنسوية في مصر. سؤالي لك لنا، هل كانت المرأة في تلك المرحلة جزءا من حركة التغيير؟ يمكننا القول أن المرأة في تلك المرحلة كانت شكلت النواة للتغيير، النواة اللاحقة للحركة النسوية. يعني لنأخذ شخصية مثل روزال يوسف مثلا، روزال نعم. يوسف أن تؤسس صحيفة روزال يوسف وأن يكون ابنها إحسان عبد القدوس، ونحن نعرف من هو إحسان عبد القدوس، فتخيلي أن هذه المرأة التي أنشأت هذا الحراك وحدها
تحية كاريوكا كان لها نشاط سياسي بارز ومعروف. منيرة المهدية أيضا شاركت في أغنياتها في مقاومة الاحتلال البريطاني. كل منهن بطريقتها وأسلوبها ونهجها الخاص شكلت دورا بارزا في المسار النسوي. يكفي أنهن قدمنا وجها جديدا للحضور النسوي، لحضور المرأة، تغيير دورها الاجتماعي المخصص في المنزل لتخرج وتقول أنها قادرة على فعل أدوار أخرى ومشاركة الرجال. ولا يمكننا أيضا أن نغفل يعني كيف أنهن أيضا تعرضنا للظلم، تعرضنا للاضطهاد، تعرضنا للانتكاسات المادية والصحية، ولم يجدن من يقف بجانبهن. ف يعني يمكننا النظر إليهن باختصار على أنهن ديفا حقيقيات. نعم. طيب سيدة لنا، يعني يتحدث الكاتب عن حنين إلى الماضي، اعتبره أمرا شائكا بالنسبة له في الكتابة عن تلك المرحلة، لماذا برأيك؟ وأيضا سؤالي الآخر، هل هناك الآن اهتمام متزايد بتاريخ مصر الثقافي أو الثقافي الاجتماعي في تلك الفترة، يعني في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي؟ طوال الوقت هناك اهتمام في هذه المرحلة. لاحظي معي أن هذه المرحلة هي التي سبقت ظهور السينما وسبقت الفوران الفني والثقافي لمرحلة الخمسينات والستينات والسبعينات، فهي أسست لصعود كوكبة من النجوم الفن، سواء في الأبيض، مرحلة الأبيض والأسود للسينما، أو مرحلة ظهور الألوان والتطورات التي حدثت في السينما. فدائما الباحثين والكتاب أيضا لديهم رغبة للعودة إلى هذه المرحلة وتقصي سبب النهوض الذي حدث فيها في التفاعلات الثقافية. يعني تلك المرحلة كانت القاهرة فيها جنسيات مختلفة، سواء من أجانب أو عرب، إيطاليين، يونانيين، تجذب العالم العربي كله من كتاب ومثقفين وفنانين يريدون الوصول للفن والشهرة، وأيضا يريدون الحصول على التلاقح الفكري والفني مع الآخرين. شكرا جزيلا من القاهرة الكاتبة والناقدة لنا عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أشكرك. مشاهدينا توقف لفاصل قصير، نتابع من بعده محطات ضفاف، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الفقرة التي تدخلنا عوالم الكاتبات والكتاب. ندخل اليوم عالم الماورائيات والغرائب مع كاتب كويتي شاب نشر كتابه الأول في عمر العشرين، هو خالد عادل النصر الله من مواليد 1987، حاصل على بكالوريوس في مجال التربية البدنية وعمل معلما في وزارة التربية بدولة الكويت. حصل على المركز الأول في مسابقة قصص على الهواء لمجلة العربي وإذاعة بي بي سي العربية عن عدد سبتمبر لعام 2013، وأسس دار نشر برفقة الكاتب والمهندس عبد الوهاب السيد، وهي دار نوفا بلس. وأيضا من أعماله الروائية يوم الحدث، 24 ساعة استثنائية، التي صدرت عام 2008، وأيضا الحقيقة لا تقال، وصدرت عام 2009. كما صدرت له في عام 2013 رواية بعنوان زاجل، وفي عام 2017 رواية آخر الوصايا الصغيرة، وقد أعيدت أخيرا طباعة روايته الدرك الأعلى التي تتحدث عن عالم الموت. أما روايته الأخيرة الخط الأبيض من الليل فقد وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2022. سألنا خالد النصر الله لماذا وأين يكتب وما الذي يلهمه وما هي نقاط قوته ونقاط ضعفه، نتابع. Thank you.
أكتب لأكثر من سبب، أكتب أحياناً حتى أجيب على سؤال أو حتى أبحث في موضوع ما أثارني، أو حتى أعبر أو أعطي صوتاً لشخصية أو فئة أو قضية ما أثارتني واستفزتني. أنا صراحة أكتب في كل مكان، كل مكان يوفر لي الجو المناسب للكتابة. طبعا هذا مو اختيار، أحيانا الظروف تفرض علي هذا الأمر. أكتب في العمل، أحيانا أكتب إذا توفر لي الوقت والمتسع، أكتب في المقاهي، أكتب في السفر، أكتب في الطائرة، أكتب أي مكان، مو شرط كتابة مباشرة على اللابتوب مثلا، كتابة نظامية، أحيانا كتابة في التليفون مثلا على في الملاحظات أو في النوت. الإلهام يأتي لأكثر من سبب، كذلك مثل أسباب الكتابة، الإلهام أحياناً يأتي من خلال موقف، من خلال قصة، من خلال علاقة، من خلال قضية. الإلهام بالنسبة لي اللي يحفزني جداً أثناء القراءة يعني. ثيمة رواية الدرك الأعلى هي ثيمة الموت كعنوان رئيسي إذا بنسميها، لكن هي تتناول الموت كمعتقد، ما بعد الموت وما قبل الموت، وكذلك الشخصيات التي تحيط بالميت. حتى بداية النص ممكن يتكلم عن فكرة أثناء الموت، أثناء الدفن، أثناء فهي ثيمة غرائبية وثيمة تتحدث عن الماورائيات. كلمة العنوان اللي هي الكلمة الأولى في العنوان اللي هي الدرك، والذي دائما يخطئ فيها القارئ عفوا يقراها الدرك. الدرك يعني اللي هو النزول، أما الدرك يعطي أكثر من تأويل، تأويل الإدراك، وكذلك تأويل النزول. حتى لو قلنا الدرك الأعلى، حتى لو افترضنا أن كان العنوان هو الدرك الأعلى، فهي شكل من أشكال المجاز أنك أنت تنزل إلى الأعلى، لأن الأدب يحتمل هذه المجازات ويحتمل هذه العبارات التي تؤول بشكل أو بآخر. حقيقة كتبت الكتاب، تصور هو في يمكن 3 سنوات، 2.5 سنين، استغرقت مني كتابة هذا النص. كتبته في ظروف غريبة، يمكن ظروف بناء هذا البيت، وكنت على مستويين من البناء، بناء النص وبناء البيت. نقاط القوة، إذا صح لي أن أسمي نقاط قوة، يمكن أنا أعتبر نفسي شخص مرن في تلقي الأفكار وتلقي النقد وتلقي الآراء الأخرى. نقاط الضعف، يمكن إذا بسمي نقطة ضعف، دائما عندي شعور أني أحتاج أني أقرأ أكثر، دائما عندي شعور أني أنا أقرأ ببطء أو أقرأ أقل مما هو المفترض فيني أن أقرأ. يمكن أسوأ كاتب يقرأ، يمكن أنا أقدر أقول عن نفسي كذي إذا بسمي نقطة ضعف. ومشاهدينا، فقرتنا الآتية جولة ثقافية في عواصم ومدن عربية وعالمية، ابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. احتضنت مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا المعرض الأفريقي 17 للفن المعاصر بمشاركة فنانين من 14 بلدا أفريقيا. نعم، هنا معرض يكشف عمق التراث الفني والبصري في أفريقيا وامتداداته في مختلف الفنون. نتابع أبرز التفاصيل في هذا التقرير. معرض FNB في جوهانسبرغ هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية للفن المعاصر. بدأنا التجربة منذ 17 عاماً بشكل متواصل، وهو معرض يمثل عموم القارة الإفريقية ومفتوح لمجموعات من الفنانين المتميزين في القارة. لدينا أكثر من 41 عارضاً مشاركاً يمثلون 14 بلداً إفريقياً. نعمل مع فنانين يتناولون القضايا المعاصرة التي يواجهها الأفارقة في القارة وفي الشتات، ويمكن أن تعالج مواضيع مختلفة مثل المواساة وقضايا النوع الاجتماعي. كل هذا يختلف ويعتمد أيضا على الممارسة ورؤية الفنان الرئيسية. أعتقد أن الرسالة الأكثر أهمية التي نريد أن نوصلها هي أن الفن يمكن أن يكون شاملاً تماماً. يمكن أيضاً أخذ المواد التي نشعر أنها ليست مرضية من الناحية الجمالية أو ذات دلالة على الفقر أو عدم المساواة، وإعادة تصورها وإعادة تدويرها في أعمال فنية جميلة. يعد المعرض مهما جدا لأنه يمنح الفنانين الفرصة لتجربة جميع المعارض في مكان واحد، وأيضا لرؤية مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية والتعابير الفنية المعروضة في البلاد وفي المدينة. وأيضا لأنه مع معرض FNB تكون وظيفتنا تقديم عرض إفريقي معاصر، وبذلك يجلبون أيضا معارض أخرى من جميع أنحاء القارة. لدينا برنامج قوي للغاية. نحن نمثل القارة الأفريقية بشكل كبير، وندير أيضا برنامجا في جميع أنحاء جوهانسبرغ يسمى المدينة المفتوحة. نقدم من خلاله جميع أنواع الفنون، وليس فقط الفنون الجميلة، بل الموسيقى والأداء والرقص والشعر والأدب في جميع أنحاء جوهانسبرغ. احكي لي، القصبة مشروع سينمائي وفضاء رقمي ثلاثي الأبعاد افتتح بإحدى محطات مترو الجزائر. نعم، لا، المشروع يقدم عروضا افتراضية للمسافرين وزوار تأخذهم في رحلات إلى الأحياء العتيقة في الجزائر، خاصة حي القصبة التاريخي. ويأتي هذا المشروع ليجمع بين الفن السينمائي والتعريف بالمخزون التراثي الجزائري. نتابع. بهجمة حول بنيان هايس بلا عقل. إذن إحنا الزائر كيجي يشوف قصبة الجزائر كيفاش كانت حقيقتها كيفاش كانت. هذه من جهة. من جهة ثانية أننا نوروا كل التقنيات الطروادي، وريناهم باش حتى الطاقة الشبانية اللي كاين في المدن الأخرى تروح تخدمها في أماكن واحدة أخرى، خاصة هما مولوعين هذه اللغات تاعهم السمعي البصري، ومن وهذه لغة التشويق. لهذيك اللي احنا مثلا احنا كان شفت العرض تاعنا، لو كان يجي يشوف شريط في 10 دقائق راح يكون شويه ممل، ولكن احنا زدنا في اضافه اللي هو يشوفها من 3D.
يحس روحه الداخل هدية. لما يعمل الكاس كيف كيف يحس روحه الداخل، هو وكأنه روجة في لعبة، ولكن احنا عطينا له درس من التاريخ. وريت لكم وحددتكم على العمران والبنيان ومازال الخيل القدام. نختم كلامي ونقول أنا هي القصبة، أنا هي قلب الحبة. كانت تجربة ممتازة جدا، كانت سياحية ثقافية قفزة زمنية ما شاء الله يعني، وجات بمحض الصدفة أنه كنا متنقلين على مترو الجزائر، تلاقينا بفرقة احكيلي، كانت تجربة رائعة. إعادة بناء ولا إحياء التراث ولا الثقافة الجزائرية، يعني نشوفوا تراث تاعنا الجزائري نعاودوا كيفاش نشوفوا كيفاه نحيوه بطريقة تكنولوجية حديثة. هنا الفكرة تاع سينما 3D بديناها بمشروعين، يعني بتجربتين. التجربة الأولى عندنا أصال دو سينما 3D افيك لو تكنيك ليونيل سبيسيال 3D، والتجربة الثانية هنا وين بنسميها الكازك فيار. من كما رانا نشوفوا هنا جميع المواد اللي راهي مستعملة هنا عاودنا درنا لها إعادة الرسكالة، خدمنا كل شيء هنا. كما نشوفوا هنا الكراسي هذه هي كراسي حافلات قديمة، عودنا رجلينا هنا يا. كي يدخل سيدي للدار يضرب النح ويسعى لسعلة السقيفة، الحراير تحجب غير للا تشد عليه القفيفة. وإلى العراق، رغم اندثار بعض الأسواق التاريخية في العراق، لا يزال بعضها الآخر حاضرا يبوح بالأسرار ويعرض النفائس والتحف القديمة. نعم، لا سوق هرج وسط بغداد والذي يعود بناؤه إلى عهد الدولة العثمانية يقاوم تقلبات العصر ليبقى شاهدا على العديد من الأحداث، وطبعا يقدم تحفا ذات قيمة تاريخية. جولة في هذا السوق من خلال التقرير التالي. هذا سوق يعني سوق قديم عريق، كان سابقا يعني هو سوق هرج من 1922 23 وانت جاي من عنده من 76 يعني بالشغله هاي. الشغل العراقي هو مميز عن باقي الدول العربيه والاوروبي، العربيه يعني مثل خان الخليلي ليس مثل الشغل العراقي، مثل الشام سوريا ليس من الهندي الصيني، لا ما حد يعني ينافسه الشغل العراقي. صغيرة لأن نشأت ببيت هو بهاي الأمور يعني، ففتحت عيني عليها وبقيت استمريت كملت الموضوع. أحب أكثر شيء النحاسيات والخشبية للهاند ميد، يعني الأشياء المصنوعة باليد سواء نحاس أو خشب.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ضفاف. شكرا مشاهدين على المتابعة، على أمل اللقاء في الغد على شاشتكم العربي 2. شكرا لك يا ألا. شكرا منى، شكرا لكم مشاهدينا، نلتقي في الغد، دمتم بخير.